إنني قد حجيت والحمد لله ومحافظ على الصلاة وأقوم الليل وأحفظ قليلا من القرآن وأصوم رمضان، إلا أنني في مرة من المرات ارتكبت منكرا من المنكرات، ثم عدت وصليت لله ركعتين وبكيت كثيرا وندمت. واسأل الآن، هل بطلت حجتي أم أنها علي أم أنها لا زالت صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم الذي يحافظ على أركان الإسلام ويتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى ويؤدي ما أوجب الله عليه من أوامر دينه حسب استطاعته، هذا يرجى له الخير الكثير. وإذا وقعت منه معصية، فالواجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله يتوب على من تاب. وهذه المعصية لا تؤثر على بطلان الحج، أو لا، هذه المعصية لا تبطل حجه ما دامت أنها معصية دون الشرك ودون أنواع الردة عن الإسلام، ما دامت أنها معصية دون الشرك ولا تقتضي الردة عن دين الإسلام، فإنها لا تفسد حجه أو تبطل إسلامه. ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، وأن يستغفر وأن لا يعود إليها، وأن يتبع ذلك بالحسنات. قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب على المسلم إذا وقعت منه معصية أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتبعها بالحسنات الماحية، الله يتوب على من تاب. جزاكم الله خيرا.